الأساس مطالبا مدافعا عن العدالة الاجتماعية، وهو جاري جنب في مجلس الوزراء. لم يتوقف هذا البطل عن المطالبة بحقوق شعبنا العامل. حقنا كلنا، حقنا يا حاجة، حقنا في الأجر العادل، في حد أدنى للأجر والمعاش، في الحد أقصى للأجر. أحيي هذا الوزير المنحاز لشعبه والقوى شعبنا العامل، سند قوي من أجل العدالة الاجتماعية. مطلب الثورة، اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا شعارات الثورة اللي مات من أجلها أولادنا وشبابنا. عيش حرية، عدالة اجتماعية، عيش. هذا الهتاف الخالد لشهداء الثورة، شبابنا، أنبل شبابنا، عكس نفسه في هذه الوثيقة. لن أتكلم في مادة الرياضة، وأهل الرياضة حاضرون، سأتكلم في مواد العدالة الاجتماعية التي ناضل من أجلها أجيال وأجيال، ورحلوا عن هذه الدنيا دون أن يروا ثمرة تعبهم وشقاهم. أجيال كفحت كانت بتطالب بالعدالة الاجتماعية. الحمد لله تتحقق هذه الأيام. وقبل أن أبدأ، أحب أن أهنئ أقباط الأمة بعيد ميلاد السيد المسيح. أيضا غدا المولد النبوي الشريف، أحمد الله، وبعد غد العيد المتمم للعيدين، العيد الذي يوحد هذه الأمة على قلب رجل واحد وامرأة واحدة. أيضا هذا العيد عيد الدستور. بإقرار الدستور تلتئم الأمة، لا تمييز ولا تفرقة بين مصري ومصري، لا تفريق بين مصري ومصري. التمييز في هذا الدستور جريمة. من يميز بين المصريين يرتكب جريمة حسب هذا الدستور. هذا الدستور الذي أشرف أن عذبات السنين انعكست، نداءات الشعب المصري تجيء في هذا المكان. منع الفصل التعسفي للعمال، هذا الدستور يمنع الفصل التعسفي. هذا الدستور اتكلم عن العمل، رد للعمل اعتباره. العمل اللي كنا في الجيل بتاعنا في الستينات، وما أدراكم ما الستينات؟ كنا نقول على جدران مصانعنا وعلى جدران المدارس وعلى أغلفة الكراسات: العمل حق، العمل واجب، العمل شرف. يعود رد الاعتبار للعمل مرة أخرى، يرد الاعتبار لقيمة العمل بديلاً عن قيم الأونطة والسمسرة والشفط والنهب المنظم. مصر شهدت أكبر موجة نهب منظم من النظامين، من النظامين، ولا أستثني منهم أحداً. الاتنين مارسوا موجة من النهب المنظم، الاتنين عملوا لمصلحة فئة واحدة على حساب الوطن، كل الوطن. الآن يرد هذا الدستور الاعتبار للوطن، كل أبناء الوطن، لا تفرقة ولا تمييز. يتكلم عن الحد الأدنى للأجر، يستجيب لنداءات العمال الذين هتفوا بحد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور. حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور، وحد أقصى للأجور للي ساكنين في القصور. أيضا يستجيب، وعندما أتحدث عن الحد الأدنى للأجر حتى أقصد الأجر والمعاش، لأن المعاش هو في حكم الأجر، هو أموال تقتطع منا من أجل أن تسترنا عندما نكبر في السن. وأنا بستغرب إزاي تتكلمي عن المعاشات، سيبي بتوع المعاشات يتكلموا، الشباب بيتكلم في مشاكل الشباب والرياض. أنا سعيد إن في حياتي أشهد وطن يحترم، يرد الاعتبار لمصر الدولة الوطنية.
يرد الاعتبار لقيم العمل، يرد الاعتبار لقوى الشعب العامل. أشكر هؤلاء العباقرة ونحن لجأتم إليه. بالنسبة للعمال والفلاحين والمواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التقيت بالسيد عمرو موسى والسيد سامي عاشور وكانوا على قدر الاستجابة. ما ادونيش كل اللي أنا عايزه، بس على الأقل خدت أكثر من 90% اللي أنا عايزه. كل قوة خدت أكثر من 90% من حقها. بصوا، لو الدستور ده في حد يقول لي خد فيه 100%، أقول له يبقى ده مش دستور لكل المصريين، ده يبقى دستور لجماعة واحدة خدت 100% على حساب الشعب المصري كله. وكان حصل دستور العار اللي عبر عن جماعة واحدة في هذا الوطن وترك بقية الجماعات بلا أي حق، بلا أي حق يكفله الدستور. من هنا أنا بقول لكم أنا متأكد إن هذا العقد الاجتماعي كتب ليقر، وسأشهد هنقدم معجزة جديدة زي ما اعتبروا 25 يناير و30 يونيو معجزة أنبياء الشعب المصري والشباب المصري، الشباب المصري والشعب المصري معجزة أخرى. بعد بكرة هيخرج عشان يعمل معجزة. المعجزة القادمة إقرار الدستور بنسبة كبيرة. أقول لكم آخر حاجة، أنا نفسي اسمع نفسي في حاجة. الروح الرياضية، الأخلاق الرياضية، أنتم مسؤولين عن نشرها ببلدنا. لأني وإحنا صغيرين لما كنا بنلعب كورة في الحواري، كان المعايل ما ينزلش في التقسيمة معانا، كان بيطلع برا الأرض ويقول لك يا فيها لخ فيها، ويحدفنا بالطوب. الروح الرياضية لو انتشرت في البلد ديت، كل واحد هيقبل النتيجة وهيقبل. الروح الرياضية لو انتشرت، كل فريق ما حققش انتصار يرجع يتدرب شوية، يتعلم ازاي يكلم الشعب المصري، ازاي يحترم المصريين، ازاي ما يهنش المصريين، ويجرب ويتدرب وينزل تاني يمكن يكسب. انما عمل زي العيال بتوع زمان، بل اسوأ. عيال زمان كانوا بيحدفونا بالطوب ويقولوا لا فيها لا خفيها. بس خلي بالكم، اما كنا نيجي بعد كده نقسم تقسيمه تانيه عشان نلعب، العيال اللي بيحدفوا الطوب دول ما كناش بنلعبهم معانا الكوره. امشي يا ده، اما تتربى الاول ابقى تعالى لعبني، مش هننزلك معانا تاني، مش هتلعب معايا، لانك ما احترمتش الروح الرياضيه. لما التقسيمه ما جابتكش حدفت طوب. في ناس دلوقتي بتحدف قنابل، في ناس بتحدف رصاص، في ناس بتحدف مولوتوف. بقول لهم هقوا، والله العظيم لو عملتوا ايه، الشعب المصري ده شعب عنيد، مش هيخاف منكم، مش خايف منكم ابدا. هنخرج لكم، هنخرج ونتحداكم، هنتحداكم وهنخرج. وبقول لهم مش الشعب المصري بس، والشعب العربي كله، قولوا معايا، الشعب المصري شعب شجاع، الشعب المصري شعب شجاع، الشعب المصري شعب شجاع، عمره ما يجي بلا ويدرع، محدش هيلو يدرعنا. هنجيب اللي احنا عايزينه، واللي مش هيعجبنا هنديله على دماغه ونمشيه. دي إرادة الشعب من إرادة الله، وما حدش يقدر يتحدى إرادة هذا الشعب العظيم. هنقر دستورنا وهنبني بلدنا اللي اتحرمنا من بنائها عقود، وبقالنا 3 سنين الدم يسيل على الأرض دون أن نحقق أهداف الثورة اللي مات من أجلها شهدائنا وولادنا. النهاردة دي بداية الطريق، أول الطريق، مشوارنا لسه في أوله، مادام بدأنا نكمله فتحملوا، اتحملوا، وهنخرج كلنا بكرة نقر دستورنا العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.